أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الصفة الأولى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الصفة الثانية يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الصفة الثالثة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة عباد الله يقول الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أمة الإسلام في هذه الآية يقول ربنا جل وعلا وجاهدوا في الله حق جهاد هو اجتباكم هو اصطفاكم هو اختاركم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم.
إبراهيم، أي إلزموا ملة أبيكم إبراهيم، إلزموا ملة أبيكم إبراهيم فإنها خير الملل. في هذه الآية يأمرنا ربنا جل وعلا أن نتبع ملة إبراهيم حنيفا، فهي الطريق الموصل إلى نصر الأمة وإلى سعادة الدنيا والآخرة. ولذلك أمر ربنا جل وعلا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، فقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأمر أمته أن يتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، فقال تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. عباد الله، وملة إبراهيم عليه السلام هي الإسلام، هي دين الله، هي أحسن الملل. قال تعالى: ومن أحسن دينا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. أمة الإسلام، إلزموا ملة إبراهيم حنيفا، إلزموا ملة أبيكم إبراهيم، عودوا إلى دينكم، تنتصروا على عدوكم، فإن هذا هو منهج الأنبياء جميعا. قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ويقول سبحانه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل لنثبت به فؤادك. عباد الله، ولله في هذا الكون سنن لا تتبدل ولا تتحول ولا تتغير، تماما كسنن الله في الكون، كما أن الشمس تخرج وتشرق علينا من الشرق في كل يوم وتغرب في الغرب، سنن لا يستطيع أحد أبدا أن يتدخل فيها أو أن يغيرها أو أن يشك في ذلك أبدا. وكذلك لله سنن لا تتبدل ولا تتغير. قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. عباد الله، ولله في نصر المؤمنين على أعدائهم سنن لا تتبدل ولا تتغير. وافهموا عني وعوا يا أمة الإسلام، لله عز وجل في نصر المؤمنين على الكافرين وعلى اليهود وعلى المشركين وعلى أعداء الإسلام سنن لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول. السنة الأولى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. السنة الثانية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. السنة الثالثة:
وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فتعالوا بنا عباد الله لنعيش مع هذه السنن في هذا اليوم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. السنة الأولى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. جاءت الأدلة في الكتاب والسنة تبشر المؤمنين أن النصر والظهور والغلبة والتمكين والمستقبل للإسلام وللمسلمين. قولوا الحمد لله ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون، ولو كره اليهود، ولو كره المنافقون. قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض أي ضمها وجمعها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وقال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. ليبلغن هذا الأمر أي هذا الدين أي الإسلام ما بلغ الليل والنهار. ولا يبلغ الله بيت بدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. ما من بيت على وجه الأرض إلا وسيدخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الكفر وأهله. وقال صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاطا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفع، ثم يكون ملكا جبريا ما شاء الله له أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفع، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. عباد الله، أمة الإسلام وهذا النص الذي بشرنا الله به في كتابه وبشرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وهو كامل لا شك في ذلك ولا ريب، يكون دائما مع الصبر. النصر دائما يأتي مع الصبر، لا يأتي بالاستعجال. هذه سنة الله
فصبروا على ما كذبوا وعودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مربيا ومعلما: واعلم أن النصر مع الصبر. أتدرون لما يا عباد الله؟ لأن النصر دائما يسبقه ابتلاء وامتحان وشدة وتمحيص. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم. ولو يشاء الله لانتصر منهم، أي من الكفار، أي من اليهود، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. عباد الله، إذا صبر، إذا عاد المؤمنون إلى دينهم وصبروا على الشدة والامتحان والابتلاء والتمحيص وزلزلوا، عندها إذا قالوا متى نصر الله، يكون الجواب من رب العالمين: ألا إن نصر الله قريب. أمة الإسلام، إذا عاد المؤمنون إلى ربهم، إلى دينهم، وصبروا على الابتلاء والتمحيص والشدة وزلزلوا، حتى إذا قالوا متى نصر الله، عندها يكون الجواب من رب العالمين: ألا إن نصر الله قريب. وقد جاءت الأدلة بذلك. يقول ربنا جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ عندها: ألا إن نصر الله قريب. ومن الأمثلة على ذلك في غزوة الأحزاب، تعرض المسلمون لشدة وامتحان وابتلاء ما تعرضوا لمثله. يخبرنا ربنا جل وعلا في كتابه عن حال المؤمنين في غزوة الأحزاب، فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زالت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ابتلاء يصف لنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حال المسلمين، حال الصحابة في هذه اللحظة. يقول حذيفة رضي الله عنه: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، أي في غزوة الأحزاب، فقام النبي من الليل يصلي، فلما انتهى التفت إلينا وقال: من يأتني بخبر القوم، أي بخبر العدو، أشترط له الرجعة وأضمن له الجنة. يقول حذيفة رضي الله عنه: فلم يجبه أحد من شدة الجوع والبرد والريح. صحابة من شدة الجوع والبرد والريح لم يجبه أحد. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى التفت إلى أصحابه وقال: من يأتني بخبر القوم، أي بخبر العدو، أشترط له الرجعة
وأسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. يقول حذيفة: والله لم يجبه أحد من شدة الخوف والجوع والبرد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة. فقام حذيفة وذهب وجاء بخبر القوم. عندها لما وصلوا إلى هذا الحال من الشدة والابتلاء وزلزلوا، جاء النصر ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في مكة يربي أصحابه على الصبر وعدم الاستعجال، وأنه لا يأتي النصر إلا بعد الابتلاء والتمحيص والشدة. يقول خباب بن الأرت رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا: كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ثم يوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع في رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى يسير الراجل من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون أمة الإسلام. أدلة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا تبشر أن النصر قادم بإذن الله، وأنه سيأتي اليوم الذي يشفي الله صدور المؤمنين في اليهود وفي أعداء الإسلام. والله عز وجل من سنن أنه لا يطرد الظالم ولا الكافر هكذا، ولكن إذا بلغ الكافر أعلى درجات البطر والظلم والقتل والتدمير في الأرض أهلكه الله. واقرأوا قصص الأنبياء، ما من أمة كافرة أهلكها الله إلا بعد أن بلغت الذروة في الفساد والكفر والعناد. وما تفعله اليهود اليوم هذا يدل على أنه قد اقترب أجله. عباد الله، آيات وأحاديث تبشر بالنصر، ولكن متى هذا النصر؟ متى نصر الله؟ تأتي السنة الثانية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه السنة هي مفتاح النصر، هي مفتاح التمكين، وهي بأيدينا. هذه السنة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه السنة هي المدخل الوحيد لتغيير واقع الأمة الإسلامية المهجرة، هو بأيدينا. غيروا ما في أنفسكم، يقول ربنا، غيروا ما في أنفسكم يا أمة الإسلام، يا من اختارتكم واجتبيتكم، أغير ما نزل بكم. سنن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا هم أولا ما بأنفسهم. فإذا غيروا من حالهم السيء إلى الأحسن، غير الله ما نزل بهم من الذل والهوان. ولذلك إذا تأخر النصر عن الأمة وهي في أمس الحاجة إليه، إذا تأخر النصر عن الأمة وهم في أمس الحاجة إليه ويتطلعون إليه ويدعون الله ليلا ونهارا أن ينصرهم، إذا تأخر فاعلموا أن هناك أسبابا أخرته، منها أن الأمة لم ترجع إلى ربها ولم ترجع إلى دينها ولم تترك المعاصي ولم تتحد ولم تعتصم، بل بقيت متفرقة، كل حزب بما لديهم فرحون، ولم تستعد بالقوة التي ترهب عدوهم، وسلكوا سبل الشيطان ولم يسلكوا سبيل الرحمن. وقد جاءت الأدلة تبين أنه لا يمكن أبدا
أن يغير الله ما بقوم حتى يغيرهم ما بأنفسهم. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمتها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول سبحانه: ولا ينصرن الله من ينصره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فيجب على الأمة الآن نصرة لإخوانهم في غزة وفي العراق وفي كل مكان أن يغيروا. قد آل الأوان، آل الأوان يا أمة الإسلام أن نتغير من الكفر إلى الإيمان، من الشرك إلى التوحيد، من البدعة إلى السنة، من المعاصي إلى الطاعات، من التفرق والاختلاف إلى الوحدة والاعتصام، من سبل الشيطان إلى سبيل المؤمنين. آل الأوان، آل الأوان، كل يبدأ في بيته. أنت يا عبد الله ملك في بيتك، رئيس في بيتك، أنت في دولة في بيتك، أقم دين الله في بيتك. هذا المطلوب منك. إذا كنت لا تصلي فصل، إذا كنت لا تصلي في جماعة فحافظ على الصلاة في جماعة، إذا كانت امرأتك متبرجة فتتحجب، ابنتك متبرجة فتتحجب، إن كان البيت قد ملئ بالتماثيل ذوات الأرواح فارفعها، إذا كنت قاطعا للرحم فاتق الله، إذا كنت عاقا لوالديك فاتق الله، إذا كنت آكلا للربا فاتق الله، إذا كنت مرتشيا غاشا ليس أمينا فاتق الله. كل يعود، غير ما في بيتك فتغير الأمور. هذا على مستوى البيت. وعلى مستوى الحي، على أئمة المساجد أن يتقوا الله في مساجدهم، وأن يعلموا الناس دينهم، وأن يدرسوا في الناس حتى يعودوا إلى ربهم. وكذلك على مستوى الدول، على كل حاكم أن يتقي الله في شعبه، وأن يأمر بتعليم الناس الدين الحق حتى تعود الأسرة ويعود الحي وتعود الدولة إلى دين الله. عندها ألا إن نصر الله. عباد الله، أمة الإسلام، السنة الأولى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والسنة الثانية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا لم يغير الناس ما بأنفسهم، إذا بقي الناس على حالهم من المعصية والبعد عن دين الله، فهل معنى ذلك أن نصر الله لم يأتي؟ إذا بقي الناس على حالهم ولم يغيروا ما بأنفسهم، هل معنى ذلك أن نصر الله لن يأتي الأمة؟ الجواب في السنة الثالثة: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقد أخبرنا الله بذلك في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره. وقال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ما هي صفات هؤلاء القوم ليسارع كل منا أن يكون منهم؟ نعرفها بعد قليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين،
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ما هي صفاتهم يا ربنا؟ أخبرنا الله عن صفاتهم في كتابه فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، والنداء علينا نحن معشر المسلمين والمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الصفة الأولى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الصفة الثانية: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الصفة الثالثة: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذا فضل الله، فاحرص أن تكون من هؤلاء أمة الإسلام اتصفوا بهذه الصفات. الصفة الأولى للقوم الذين يأتي الله بهم إذا بقينا على حالنا يكرمهم بالنصر على أعدائهم. الصفة الأولى يحبهم ويحبون. ومحبة الله لعباده المؤمنين صفة من صفات الله نثبتها لله ونؤمن بها من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف، وقوفا عند قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والقرآن والسنة مليئان بذكر الذين يحبهم الله والأعمال التي يحبها الله. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهل أنت منهم؟ هل تبت من المعاصي؟ هل تطهرت من دنس الذنوب والمعاصي؟ فالله يحبك. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى: إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: والله يحب الصابرين. وقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ويقول ربنا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالعاصي لا يحبه الله، المرابي لا يحبه الله، الغشاش لا يحبه الله، الزاني لا يحبه الله، الخائن لا يحبه الله. والله عز وجل أحب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فاتخذه خليلا وابتعثه برسالته. والله عز وجل يحب الصحابة فاتخذهم لأصحاب لنبيه ولنصرة دينه، ولذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه، وما رضي الله عنهم إلا لأنه يحبهم. فحب الصحابة من ديننا من عقيدتنا من الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ويقول صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وقال الإمام الطحاوي في عقيدته: عقيدة أهل السنة والجماعة عن الصحابة وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أمة الإسلام، أتنتظرون النصر ممن يلعنون الصحابة صباحا ومساء؟ الذي لا يحب الصحابة لا يحبه الله. فهل تنتظرون نصرا ممن يتقربون إلى الله ببغض الصحابة ولعنهم وسبهم؟ إلى أين وصلنا؟ نعود إلى الله، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله، إلى مذهب الصحابة،
أم أننا نلتجئ إلى الذين يسمون أصحاب رسول الله ويسمون أم المؤمنين عائشة التي براها ربنا من فوق سبع سماوات ويتهمونها إلى اليوم بالزنا؟ ننتظر منهم نصرا؟ تنتظرون نصرا ممن لا يحب الله؟ وإذا أحبنا الله ألقى المحبة في قلوب الناس ولا يعذبنا أبدا في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إن الله لا يعذب حبيبه في النار، ويغفر لنا ذنوبنا وينصرنا على أعدائنا. الصفة الثانية: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. صفات هؤلاء أنهم مع المؤمنين ذليل، رحيم، متواضع. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منهم عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثل المؤمنين في تماسكهم كالبناء، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أما مع الكفار شدة وغلظة، لا يرون معني إلا الشدة والغلظة. قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، واغلظ عليهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقال وصفا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هل بيننا الرحمة؟ هل بين الدول رحمة؟ هل بين الشعوب رحمة؟ هل بين الشعب الواحد رحمة؟ أم يقتل بعضهم بعضا ويقول: بل هناك من هو لا دين له يبلغ أعداء الله عن إخوانه المسلمين ليقتلهم؟ ولا أدري كيف يلقى الله يوم القيامة الذي يتصل باليهود يبلغهم عن موضع فلان وفلان وتموت الأطفال، ويموت من يقول لا إله إلا الله، وزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن يقول لا إله إلا الله. الصفة الثالثة: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يجاهدون بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم، جاهدوا بكل ما يملكون، قدموا أموالهم وأنفسهم وبألسنتهم، جاهدوا عن هذا الدين العظيم. ولذلك وصفهم الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أعرفتم يا أمة الإسلام هذه سنن الله، احفظوها واعملوا بها، فإن عملنا بها نصرنا الله على اليهود وعلى أعداء الإسلام في الدنيا ودخلنا الجنة، فزنا بسعادة الدنيا والآخرة. فهل من مستجيب؟ فهل من عودة؟ فهل من رجوع يا أمة الإسلام؟ والحمد لله هذه الفتن القائمة اليوم والاعتداء السافر من اليهود على المسلمين في غزة استيقظ الكثير، استيقظ الناس. ولكن نريد من الأمة كأمة إسلامية هي خير الأمم أن تعود أكثر من ذلك، وأن تمتلئ المساجد في الفجر كما تمتلئ في الجمعة اليوم. أمة الإسلام، هل فرض الله علينا الجمعة فقط أم فرض علينا خمس صلوات في اليوم والليلة؟ لما لا تمتلئ المساجد في كل الصلوات؟ لما لا تمتلئ كما تمتلئ أمام الآن في الجمعة؟ لما؟ إذا كان المسجد في صلاة الفجر كالمسجد الآن هذا يرعب اليهود، وأنتم تعرفون ذلك، هذا يخيفهم، هذا يرعبهم، هذه إشارة لهم أننا قد عدنا إلى ديننا وأن النصر قريب وأن هلاككم يا إخوة القردة والخنازير قد اقترب، وقد عدنا إلى ديننا وإلى ربنا لأنه هو الذي ينصرنا. اللهم قدم النصر، اللهم فاشهد،
اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وفق ملك البلاد وحكام المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزون، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم، اللهم اجعل أسلحتهم وأموالهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة وفي العراق وفي كل مكان، اللهم اجبر كسرهم واجبر ضعفهم وارحم موتاهم وانصرهم على من عاداهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. ونذكركم إخواننا أننا في هذا اليوم إن شاء الله أيضا سنجمع لإخواننا في غزة في هذا المسجد، ستقوم اللجنة بجمع التبرعات لإخواننا في غزة، نسأل الله العظيم أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم القيامة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب.